للحديث على آخر مستجدات في فلسطين وتحديدا قطاع غزة ينضم إلينا من هناك الصحفي لؤي حجازي. سيد لؤي مرحبا بك. سيد لؤي، كيف هو الوضع الميداني بعد 7 أيام من القصف؟ تفضل. يعني بداية أشكر لكم تسليطكم الضوء على قطاع غزة في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة. يعني بصراحة كرة الثلج تتدحرج، وبالتالي كل ساعة يعني نعيشه في قطاع غزة يعني تصعيد مضاعف، يعني حجم دمار أكثر، جنون من قبل الاحتلال الإسرائيلي أكثر وأكثر. يعني حتى اللحظة وصل عدد الشهداء في قطاع غزة 192 شهيدا، من بينهم 58 طفلا و34 سيدة. الاحتلال يعني زي ما حكيت انه كرة الثلج تتدحرج، لدرجة انه في منتصف الليلة الماضية قام بقصف 3 عمارات سكنية في شارع الوحدة بحي الرمال وسط مدينة غزة. نعم سيد لؤي، اذا تسمح لي، يعني رغم هذا الوضع المتوتر الحالي، يعني الحديث عن التهدئة في تزايد في الايام الاخيرة، ما هو موقف الفصائل هناك؟ يعني هل لديها شروط؟ طيب، هو في موضوع التهدئة منذ اللحظة الأولى للعدوان على غزة كانت الفصائل واضحة في موضوع التهدئة، وهي كان هناك مجموعة من الشروط. الشرط الأول هو عدم اقتحام المسجد الأقصى المبارك الذي اندلعت من أجله هذه الهبة وهذه الانتفاضة. ثانيا، وقف تهجير سكان حي الشيخ جراح، 15 أسرة التي هددت بالطرد من بيوتها وإحلال بعض العائلات الإسرائيلية مكانها. الخيار أو الشرط الثالث، وقف العدوان عن غزة وعن مجمل الأراضي الفلسطينية سواء في الضفة الغربية أو في فلسطين المحتلة عام 48. هذه الشروط يعني التي قالت المقاومة وفصائل الفلسطينية بأنها ستقبل بها طبعا، وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 28 من رمضان أو 10 من أيار الجاري، وبالتالي هذه الشروط. لكن الأشكالية الأكثر أو الأكبر هي عدم وضوح رغبة الساسة وقادة الجيش في إسرائيل بموضوع التهدئة. نجد أن هناك مستويين، السياسي والعسكري في إسرائيل، هناك يعني تباين في مواقفهم، هناك من يدعو للتهدئة ومن يرفضها. هذا الأمر سبب حتى اللحظة في تأخر التهدئة، طبعا في ظل وجود حالة غير سوية سياسيا في إسرائيل، انتخابات وانتخابات وانتخابات، فالكل يريد أن يرفع واضح جدا. سيد لؤي، في سؤال أخير، نعم سيد لؤي إذا تسمح لي، في سؤال أخير، في ظل استهداف الأبراج وأيضا مؤسسات إعلامية عربية ودولية، سيد لؤي، ما هي أبرز العوائق في تغطية الأحداث حاليا بالنسبة للصحفيين؟ يعني أيضا هل هناك حصيلة لأعداد الصحفيين ضحايا هناك؟ حتى اللحظة نحمد الله أنه ليس بين الصحفيين شهداء، ولكن هناك عدد من الإصابات. ليس جديدا على الاحتلال الإسرائيلي أنه يستهدف المؤسسات الصحفية. في عام 2012 استهدف قناة القدس الفضائية، في عام 2014 استهدف برج الباشا الذي يضم عدد من المكاتب الصحفية في قطاع غزة. اليوم في هذا العدوان استهدف عدة أبراج تضم الكثير من المؤسسات الصحفية، كبرج الجوهرة الذي يضم مثلا وكالة الوطنية التي تقدم خدماتها للكثير من وسائل الإعلام، برج الجلاء اللي موجود في وكالة أسوشيتد بريس الأمريكية وقناة الجزيرة، وأيضا هناك برج الشروق الذي تم استهدافه. الإشكالية الأكثر أنه الاحتلال يحاول من خلال استهداف وسائل الإعلام إشغال وسائل الإعلام بنفسها عن تغطية الجرائم. نجد أنه في كل محاولة لتدمير وسيلة إعلامية أو لمؤسسة إعلامية، نجد بعدها بشكل مباشر يقوم بارتكاب مجزرة جديدة وجريمة جديدة. يحاول إشغال الإعلام بذاته وبنفسه، وبالتالي يمرر بعض الجرائم الخطيرة. كالمعتاد الصحفيين الفلسطينيين يعني تعودوا أو أصبح لديهم خطة حتى مع بداية أي عدوان، أنه خطة طوارئ في حال استهدفوا، في حال قصف مقرهم، في حال دمرت معداتهم. هناك صعوبة لا شك، هناك تراجع في التغطية الإخبارية في الساعات الأولى لاستهداف وسائل الإعلام، ولكن تجد الصحفيين الفلسطينيين دائما يعني سريعين في لملمة الجراح وسريعين في يعني الصحوة من المفاجأة والتغطية. نحن نتحدث أيضا عن
حصار في قطاع غزة 14 عاما، وبالتالي كثير من المعدات الصحفية متهالكة تحتاج إلى تجديد بعض الأجهزة والمعدات. إسرائيل تمنع دخول قطاع غزة، هذا ليس فقط متعلق بالصحفيين، نتحدث عن الدفاع المدني اليوم في انتشال لجرحى ومصابين وشهداء من تحت الأنقاض. تصور بأنه هذا الانتشال يتم ليس بمعدات دفاع مدني، إنما بمعدات فلسطين. شركات خاصة، جرافات وما إلى ذلك. نعم، من فلسطين الصحفي لؤي حجازي. سيد الكريم، شكرا جزيلا لك.